انتهينا من فقرة الإعلانات يا شباب، ولازم يطولنا المحاضرة نص ساعة بيدونا في المتوسط، هتبقى على ثلاثة خلاص حفظناهم. فنيجي للهيد اند نيك، فقلنا يا شباب الأي خدنا الثلاث أعمال مهمة اللي هي بيوبيلو دايليتيشن، اتساع الحلقة. قلت طول ما أنت بتتكلم في السيمباثيتك قايس مخك في ليلى، سيمباثيتك مخك في محمد عليك ليه؟ ايه اللي يصلح يحصل في الاي في اثناء الفايت؟ نوسع مجال الرؤيه، بيوبيلو دايليتيشن، وبعدين اليفيشن اوف ابر ايليت واكسو ثالموس. طيب في بقى ناس تحب في جمل يعني ملهاش قيمه قوي بس يعني متصوره، انه تفتكر في العين الكونجنكتيفا عشان لما تاخد ضربه في يحصل لها فازو كونستريكشن ولا فازو دايليتيشن للفيسل بتاعت الكونجنكتيفا، وتقدر تشوفها في عين زميلك ان بتلاقي خطوط حمراء صغيره كده فوق بياض العين، هي دي الكونجنكتيفا الفيسل. طبعا احنا اتفقنا على القاعده ان السيمباثيتك في عموم الجسم، في عموم الجسم بيعمل فازو كونستريكشن ما عدا اثنين اللي بنتخانق بيهم، سكيليتال ماسل اند كارديك ماسل، يبقى تقول بيعمل كونجنكتيفال فازو كونستريكشن. تفتكر في اثناء الفايت مفروض الدموع تزيد ويعيط ولا يتلم كده وما يعيطش؟ طبعا السيمباثيتك يقلل التيرز، الدموع ديكريسز التيرز، يبقى ده شيء برضه متوقع. في حاجه تانية يقول لك ان السيمباثيتك بيضيليت عضله جوه العين، هناخدها مع السبيشال سنس اللي اسمها سيلياري ماسل، لما تضيليت العضله تبقى فلات، للاسف العدسه تبقى فلات، لما العضله اسمها سيلياري ماسل تضيليت اللينز اللي هي العدسه تبقى مور فلات، وحفظتها لاجيال الفلات دي تناسب الفار فيجن عشان يشوف اي حد جاي عليه من ابعد من متر. ده العين، يبقى العين فيه ثلاث اعمال عليها نمره وثلاث اعمال كلام شحاتين. الثلاث اعمال اللي عليها نمره بيوبيلو دايلتيشن، اليفيشن في الابر ايليد، اكسوفالوس، وثلاثه اي كلام، هو عموم الجسم بيعمل فازو كونستريكشن، يبقى فازو كونستريكشن للكونجكتيفال فيسل، يقلل التيرز الدموع، وبعدين يريلاكس السيلير ماسل فاللينز تبقى مور فلات. تقل الجلد، قلناه مع قصه محمد عكلي اهم حاجه سويتنج عشان الحراره زياده تقدر نتخلص منها، وبعدين فازو كونستريكشن للكوتينيوس فيسل للسكين فيسل عشان لما يتعور ما يحصلوش نزيف، النزيف يبقى قليل، لكن لو الفيسل واسعه هتنزل هتسكب دما كثيرا، فالفازو كونستريكشن. وبعدين حاجه ما اعرفش ليه الزملاء في جامعاتنا المصريه بيركزوا فيها، يقول لك انتصاب الشعر ايركشن اوف هير عن طريق عضله ناصبه اسمها اريكتور بايلي ماسل، العضله الناصبه للشعر، اريكتور اريكشن يعني انتصاب، فاريكتور يعني انتصاب، بايلي يعني شعر ماسلز. طبعا الكلام ده مش في الهيومن بينجز، ده في الانيمالز، الكلام ده مهم، انتصاب الشعر عشان الانيمال الصغير لما يدخل في فايت شعره يقف فيبدو اكثر حجما، فالانيمالز اللي قصاده ما تستهيفوش. انما تخيل محمد عايك ليه دخل الحلبه وراح شعره وقف، هتبقى مسخره، يبقى ده 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 دليل على الجب. فالانتصاب الشعر ده مش في الهيومن بينجز، معرفش احنا اساسا طب بشري، لو انت في طب بيطري اخدها قولها حلو. يبقى خلصنا الاي فيها ثلاثه مهمين وثلاثه اقل اهميه، السكين اثنين مهمين سويتنج وفازو كونستريكشن، واحده مش مهمه اللي هي الاريكشن اوف هيرز اللي هي بانك تقبض العضله اللي هي الناصبه للشعر اسمها كونتراكشن اوف اريكتور بايلي ماسل. نيجي للسليفري جلاندز، يبقى حته عاوز نفكر فيها شويه. سليفري جلاندز دي بتطلع نوع، بتفرز نوعين من اللعاب، نوع مائي مهم للهضم سموه ووتر سيكريشن، مليان انزيمات مهمه لهضم النشا خاصه زي السليفري اميليز، ما عندناش الكلام ده دلوقتي، ونوع تاني ثيك فيثيد ميوكس يخليك تحس بالعطش ريقك ناشف. فغده الغده اللعابيه صعوبتها ان فيها يوجد نوعان من الافراز، يا مائي مهم للهضم يا اما لزج خليك تحس بالعطش. افتكر السيمباثيتك يعمل ايهما؟
مش ممكن يعمل الترو ووتري سكريشن بتاع الهب اللي هو مش داخل ياكل في الحلق. نمره 2 عيب قوي انه يدخل يريل. هتلاقي بقى لما يزود اللعاب بحيث بقى مائي كده وينزل من بقه لعاب, ايه المنظر ده, ايه الشكل ده, فعيب تقول الكلام ده. فهو بيعمل الثيك فيسيت سكريشن اللي بيدي احساس العطش. يقول لك نشف عطشان. هتقولي فهمنا اللي مش مكتوب في الكتاب, ايه اهميه انك تبقى عطشان؟ يا اخي انا قلت معلومه مش في الكتاب عندك, قلت لك ان درجه حراره محمد عليك ليه الطبيعيه في المعركه بتبقى كام؟ 40. طيب يبقى مطلوب تخفيضها بالسويتنج عملنا. طب ما لاحظتش في كل اللاعبين لما بياخدوا وقت مستقطع ايه اللي بيعملوا في اي رياضه لو لاعبين بجد؟ بيجروا عشان خاطر يشربوا, عشان يبردوا الماكينه البشريه اللي شغاله دي. شوف الروعه في الخلق الالهي. يبقى ربنا خلى السمباثاتيك يعمل الثيك فيسيد ميوكس سكريشن. ثيك تخين, فيسيد لزج, ميوكس مخاطي, يديك احساس الثيرست عشان لما تاخد اي فرصه تشرب تشرب عشان درجه الحراره ما تعلاش عن 40. واقولها لك بطريقه تانية عشان عيب نقول غلط. الواحد لما بينفعل مين اللي بيشتغل وهو منفعل؟ سمباثيتك. ما لاحظتش ان رجل الشارع بالفطره لما بينفعل بيقول له قصاده يا اخي نشفت ريقي, ما بيقولوش خليتني ريل, نشفت ريقي. بعد كده تبقى تروح انت في الامتحان تقول لنا السمباثيتك بيعمل ترو ووتر سكريشن, يبقى سوري بقى مش السمباثيتك اللي بيعمل رياله. انت فاهم ده الفانكشنز اوف سمباثيتك في النكس. سؤال نظري مهم, ثلاث نقط تبتدي الاوريجن ثوراسيك 1 و2, الريليف اقرب جانجليا سيرفايكال جانجليا, الفانكشنز قلنا تاخدهم من فوق لتحت برين, تحتيها العين, تحتيها الجلد, تحط ايدك كده على اورطك يبقى برين عينك, وتكتبهم الاول على ظهر الورقه سكين, وبعدين تحت المندبل سيرفيك جلاندز. اوعى تحاول تكتب من غير ما تتحسس وشك كده وتشوف الحتت اللي بيغذيها, والا هتكتب كلام غلط. طيب اول مرض هناخده في الاوتونوميكس مهورنر سندروم لو اتقطع السمباثاتيك بتاع الهيد اند نيك, ايه اللي هيحصل؟ شوف الكوز. الكوز ان يحصل ليجن في مين؟ ثوراسيك 1 و2 اللي هم الاعصاب, او في سيرفايكال جانجليا اللي هم الريلي. يبقى الطالب اللي فاهم يبقى الكوز حصل ليجن يعني اصابه في ثوراسيك 1 و2 او في سيرفايكال جانجليا. طب والمانيفستيشن عكس الفانكشن. هنا بقى عشان اوريك اهميه الكلام وان احنا عندنا بيهتموا بكام ملوش قيمه, هياخدوا اهم 3 في العين و2 في الجلد بس, هما دول يهمونا. لو انا اتقطع السمباثاتيك بتاع الهيد اند نيك, خد بالك السندروم ده بيحصل في ناحيه واحده بس, ناحيه واحده بس, لان مش معقول هيتقطع السمباثاتيك اليمين والسمباثاتيك الشمال. يعني مش عاوز عبط, زي ما بقول ما بكرهش غير حاجتين في الدنيا, عدم النظام والعبط. الغبا بتقبله, الغابة ده موجود في الدنيا حلو خالص الغابة ده, إنما عبط لا. لأن عشان يتقطع السمباثاتيك على الناحيتين شمال ويمين يبقى حضرتك اتدبحت, يبقى فيش عيان نتكلم عليه أساسا. يبقى الهورنر سندروم ده يوني لاترال, ناحية واحدة, يوني واحد مش باي اتنين, يوني لاترال في ناحية واحدة. الكوز ايه؟ انت فاهم اناتومي, ثوراسيك 1 و2 يبوظوا او السيرفايكال جانجليا يبوظ, يا اما بالتروما اصابة يا بالتيومر ورم في ناحية واحدة. لطالب ذكي العين فين التاتا المهمين؟ بيوبيلو دايليتيشن, إيليفيشن أوبر إيليد, إكس أوف ثالموس. يبقى بدل بيوبيلو دايليتيشن يحصل بيوبيلو كونستريكشن, نسميها في الطب ميوزيس. بدل إيليفيشن أوبر إيليد يحصل دروبينج أوف أوبر إيليد, نسميها في الطب توزيس. بدل إكس أوف ثالموس لبره نقول إينو مش إندو, أنت صح, إينو مفيش دي, إينو في ثالموس. طالب لو ما قلتهالكش يمكن تقضي الطب كله انت مش فاهم ليه حصل الكلام ده. هو ليه ما قلناش تعبيرات سهله بيوبيلو كونستريكشن حدقه العين واستبدلناها بمايوزس؟ ليه ما قلناش دروبينج اوف ابر ايليد انخفاض الجفت العلوي واستبدلناها بتوزس فيها بي سايلنت؟ اقول لك ليه. في كل مهنه لها لغه ما يفهمهاش غير اهلها. في الدول الغرب وفي الولايات المتحدة وكان الناس تفهم انجليزي. تخيل انا بتكلم مع نائب عندي وبقول له لاحظ العيان عنده بيوبيلو كونستريكشن,
هيفهموها ضيق الحدق. اهل العيال كلهم هيجروا على العيان ويبصوا في عينه يا خضر ده عنده ضيق في الحدقه. لكن لما اقول خد بالك العيان عنده ميوزس هيبصوا لبعض زي الهبل كده بيقول ميوزس مش فاهمين ايه. تخيل لو قلت لاحظ العيان عنده دروبينج اوف ابر ايليد كلهم هيجروا عليه الله ده جفته فعلا نازل. لكن لما اقول عنده توزس هيبصوا لبعض بيقول توزس مش فاهمين. ففي الامراض ولو ما كنتش قلتها لك ممكن تقضي الطب كله انت مش فاهم ليه كده. لا نستخدم الانجليزيه المعروفه, نستخدم تعبيرات طبيه ميديكال تيرمز خاصه بينا لا نفهمها اللي احنا عشان ما يتدخلش معنا حد في الحديث. وطبعا هم مش فاهمين اكزوفثالموس فبالتالي مش فاهمين انوفثالموس. يبقى العين ثلاث حاجات بترتيب الاهميه, الجفن واقع لان دي بتتشاف من بعد 10 امتار, توزس مايوزس يعني ضيق الحدقه, وبعدين انوفثالموس. خد بالك ضيق الحدقه نسميها مايوزس, اتساعها نسميها ميدريازس. تقول لي ممكن تساعدني عشان ما لخبطش كلمتين, مايو يعني صغير مش يقول لك مايكروباس يعني بس صغير, مايكروب يعني كائن حي صغير, فمايو مايو يعني صغير, مايوزس ضيق الحدق, ميدريازس اتساع الحدق, تلخبطهمش مايو صغير. طيب نمسك الجلد, النص الوش مش هيعرق لما يجري النص يبقى ناشف بالمسطرة, نص بس يعرق والنص المصاب ما يعرقش, نسميها ان هيدروزيس يعني لا ماء, ان يعني لا وهيدروزيس يعني ماء. وبدل فازو كونستيكشن هيحصل فازو دلتيشن فيبقى نص الوش ريد اند وور احمر وغامق. يبقى الهوردر سندروم وده لوحده سؤال نظري اجاوبه في تو كوزيس وفايف مانيفستيشنز. حب النظام قوي تو كوزيس, الاوريجن ثراسيك واحد واثنين يتعور او ريلي في السيرفايكال جانجلا يتعور, يا الاوريجن يا ريلي عشان كده تو كوزز بسبب تروما او تيومر. طب المانيفستيشنز الثلاثه المهمين بتوع الاي, بدل بيوبيلو دايلتيشن بيوبيلو كونستيكشن هنكتبها مايوزس, بدل اليفيشن اوف ابر ايليد هيحصل دروبينج اوف ابر ايليد نكتبها توزس, بدل اكسوفثالموس يبقى انوفثالموس. والسكين هنلاقي الاثنين مهمين, مفيش سويتنج نو سويتنج يبقى نقول ان يعني لا هيدروزيس, بدل فازو كونستيكشن هنعكسها نقطع السمباثيتك, فازو دايليتيشن هيخلي الجلد بقى لما في دايليتيشن في اتساع في الاوعيه هيبقى الجلد احمر ودافي. نيجي اخر كلمتين على الثوركس ونقفل بكده, ده ما بيجيش سؤال نظر يا شباب على الاطلاق, بيجي في الام اس كيو بس. الاوريجين بتاع الثوركس بيطلع من قلنا اربعه, الهيدا نيك اثنين, الثوركس والبلفيس اربعه, الابدومن سته. الثوركس بيطلع ثراسك واحد اثنين ثلاثة اربعة للاسكاء, وعشان كده انا مرضيتش انهي غير بالثوركس ان في عصب بيغذي اثنين, يعني احنا ثراسك واحد واثنين ادى الهيدا النك, ثراسك واحد واثنين وثلاثة واربعة ادى الثوركس, يعني اذا ثراسك واحد واثنين في جزء بعض الفايبر, ما هو في الاف الفايبر, هو العصب فايبر واحدة ليفة واحدة يا شباب, الاف الاعصاب, فثراسك واحد واثنين يدي الهيدا النك, ثوراسك واحد واثنين بقية الألياف اللي في ثوراسك واحد واثنين ومعاهم بتوع تلاتة واربعة يدوا الثوركس, والريلي بريلي في سيرفايكال وثوراسك جانجل اللي هو اللاترال جانجل بس في الحتة بتاعته سيرفايكال ان ثوراسك جانجل. طب نيجي الفانكشنز, فكر اوعى تبتدي تجاوب الأول, تسأل روحك مين في الثوركس, حط ايدك كده على صدرك وفكر ايه حاجة مهمة جوه الثوركس على الجانبين اللانجز وفي النص القلب, يبقى فيه اللانجز والقلب. طب فكر في محمد عليك ليه, لو مخك في محمد عليك ليه في الفايت عمرك ما تغلط. الرئه في واحد بيتخانق نعمل ايه, برونكو ايه, برونكو دايليتيزيا اتساع الشعب عشان يجيب هواء. طيب بالمونري يعني الاوعيه بتاعه الرئه يسموها بالمونري يعني رئوي. طب انا حطيت القاعده العام, هو السمباثاتيك في عموم الجسم بيعمل فازو ايه, فازو كونستريكشن, نقولها 100 مره ما عدا حاجتين اللي بتتخانق معاهم, سكيتال ماسل ان كاردياك ماسل, سكيتال ماسل ان كاردياك ماسل, دول بس اللي يحصل لهم دايليتيشن. يبقى اللانجز تقول فيها كلمتين برونكو دايليتيشن
اتساع الشعب، والفيسل بتاعت الرئه اللي هي بالمونري فازو كونستكشن. نيجي الهارت، قلناها في قصه محمد عاكلي، المفروض تزود الهارت ريت ولا الفورس اوف كونتراكشن ولا الاثنين؟ ازود الهارت ريت، انكريس هارت ريت اند فورس كونتراكشن، او لا بطريقه اجمل واعمق ازود اول هارت اور كاردياك بروبرتيز. ما هو هارت معناها في اللغه في الميديسين كاردياك، كل الكاردياك بروبرتيز لو عاوز تريح روحك. طب بقى دي هنا سؤال مهم جدا، الكورونري فيسلز، الكورونري فيسل يا شباب اللي هو الاوعيه التاجيه اللي هي بتاعه القلب، دلوقتي عاوزك تتخيل معايا ده القلب اهو، كان ممكن اوعيه القلب تمشي بالطول كده، لكن ربنا سبحان الله لففها حوالين القلب يبقى عامله زي التاج الكورونا، عشان كده سموها كورونري فيسلز. يبقى القلب اهو، اي القلب اهو، الفيسل مش ماشيه بالطول كده زي الساعه كده، الفيسلز لفه حوالين القلب زي الكورونا زي التاج، عشان كده سموها كورونري فيسلز. ده بقى سؤال مهم جدا، لان الكوروناري فيسلز بقى الاوعيه بتاعه القلب دي بقى الاكسبشن. قلنا السمباثاتيك في كل الجسم بيعمل فازو كونستريكشن ما عدا اثنين، فاكرهم؟ السكيليتال اند كاردياك ماسل. فالكوروناري فيسلز يحصل لها فازو دايليتيشن. يبقى تاني الثوركس بتاخد منين؟ من ثوراسيك 1 2 3 4 4 بس، وتريلي فين؟ في الثوراسيك والسيرفايكال جانجا، عشان في حته منك تبع الثوراكس، يبقى ثوراسيك اند سيرفايكال جانجليون اللاتر. ما انا قلت الهيد نيك والثوراكس والليمز اللي قلناها في وسط الكلام، لان الليم ما فيهاش غير ماسلز وسكين، ما انا اتكلمت على السكيتال ماسل والسكين في مع الباقي، فمش هشرح الليمز، لكن ما هي مشروحه ما فيهاش غير السكين قلناها مع الهيد نيك وفيها ماسلز بيحصل لها فاز دايليتيشن. دول بياخدوا من اللاترال جانجلي، يعني النهارده خدنا الهيد نيك والثوراكس والليمز بياخدوا من اللاترال جانجلي، اللي هي بقى الثوركس بياخد من تاني. الثوركس طالع منين؟ من 1 ل 4، ده 4، قلنا الهيد نيك 2 بس، 4 ثوركس 4 بلفس 6 ابدوم، ده الاوريجن. طب الريلي الهيد نيك في السيرفايكال جانجليا، الثوركس قلنا في اللاترال جانجليا ثوراسيك اند سيرفايكال. والفانكشنز قلنا في حاجتين في الثوركس يا شباب، فقلنا عندنا اللانجز والهارت، تملي قلت تحس على روحك كده عشان ما تنساش حاجه، ادي في لانجز وهارت. زي ما اخد الهيد نيك خدت البرين وبعدين تحتيه الاي سكين سليبري جلانس، واروح كاتب العناوين وانا بكتب. الاجابه المذاكره فن، التحصيل فن ثاني، الاجابه فن ثالث، عشان ما انساش الاي ممكن ابقى حافظها وما افتكرتهاش. يبقى اما يجيني اقول كده في الهيد نيك برين اي سكين سليبري جلانس، في الثوركس لانجز وهارت، وبعدين فين القاعدة الذهبية في سيمباثيتك محمد عايكلي؟ فهارت ولانج في اللانجز انا عاوز اوكشن، يبقى برونكو دايليتيشن. طب والبالمونري فيسلز قلت القاعدة العامة حفظتها لك، السيمباثيتك في أي حتة قلتها ما قلتهاش، أي حتة بيعمل فازو كونستريكشن ما عدا اثنين، سكيليتال اند كارديك باس اللي هما بيشتغلوا، دول بس اللي فازو دايليتيشن. يبقى برونكو دايليتيشن وبالمونري فازو كونستريكشن. طب والهارت؟ قلنا حاجتين، بيزود اول كارديك بروبرتيز مش بس بيزود الريت، خلاص ما بيزودش الريت بس، الريت ويل فورس، الريت ويل فورس، وعليا عاوز دم كتير، يبقى كوروناري. وفاهم ما فهمت لك ليه سموها كوروناري؟ فازو دايليتيشن. ما قلت يا شباب في هذه الحصه في الاوتونوميك انت بتاخد معظم التعبيرات الطبيه، فهي حصه كل صعوبتها في الترمينولوجي، فعاوزك تعيدها على اليوتيوب مرارا وتكرارا، وفهمتها لك بتفصيلات دقيقه، وكل حاجه زي ما بيقول زي ما وعدتكم هنفكر. وي ار ثينكر اند ايماجينيف، احنا مش جايين كتاب نحفظ نقول معلومات نفومت شويه معلومات، مفيش كلام زي كده. يبقى فاضل لي في السمباثاتيك هبتدي بيها المحاضره الثالثه باذن الله، الابد والتلبس، ودول مهمين نظري هنرجعهم المره القادمه. يعني اتمنى التوفيق لكم يا شباب، وبكده بخلص المحاضره الثانيه، والمواعيد هترجع زي ما كانت في الساعه الثانيه عشر بتوقيت شرق امريكا وكندا، طبعا الغرب بيفرق عننا
ثلاث ساعات هما بقى بيراعوا الفروق، والساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة بنلتقي بإذن الله يوم الجمعة القادمة مع المحاضرة الثالثة في البلاد. أرجو تكونوا استفدتوا، ودي من محاضرات الأوتونوميك الموضوعات الشيقة زي النيرفال ماسل زي السيركليشن، عاوز تركزوا فيها وتبقوا فاهمين مش حافظين. الفهم مهم جدا، وده لا يمنع ان انا بساعدك في طرق التحفيز. فقلت لك ان رقم السعد في السوماتيك هو رقم واحد، وان انفرين وان تايب اي الفا وان ستراكشر اللي هو سكيتال ماسل، يطلع حاجه واحده استالكولين. الاوتونوميك رقم السعد 2، تو ايفرين نيورون سيستم، تو تايب سمباثيتك وباراسمباثيتك، على يطلع تو كيميكال ترانسميتر استالكولين نوعين، ويغذي حاجتين حتى كل واحده انقسمت لاثنين، من حاجتين كل واحده اثنين، سكيتال اسف سموث وكاردك ماسل، سموث وكاردك ماسل واكسوكراينر اندوكراينر. ايفي لما يقول لك سمباثيتك طالع منين؟ ثوراكو لامبر. يريلي فين؟ لاترال، وثلاثه كل لاترال انت فاهمهم بتوع الجهاز الهضمي. وليه الباراسمباثيتك طالع منين؟ كرينيو ساكرال، عشان كده سموه بارل للسمباثيتك. لو هنا السمباثيتك هو بارل ليه من الجهتين. باراسمباثيتك اربعه كرينيال، افتكر رقم 1973 3 7 9 10، تقولها بثقه كانك بتقرا رقم حروف من نور حفظتها لأجيال وشاركت في حرب 73 وكنت نائب في القصر العيني الحمد لله وأثرت أن أنا أروح 3 7 9 10، في يعني في مصر يهم كل شيء. وساكرال اللي هم 2 3 4 ساكرال. طب ويريلي فين؟ تيرمال ثم تيرمال ثم تيرمال ثم أذر جانجلا في هيدا النيكو، عددهم 4. تبقى كل حاجة كده عند أطراف الأصابع وفهمها كويس. المذاكرة فن، التحصيل فن آخر، الإجابة فن ثالث. زي ما وريتك يجيني فانكشن في ذلك احاول اكتب مش هفتكره، انما اقول في هنا برين، في اي، في سكين، في سليفري جلانس. طب في الثوركس في ايه؟ في لانس وفي هارت. ثانك يو فور جود لسننج، اشكركم على حسن انصاتكم، واتمنى كده يعني لكم ولي التوفيق، وربنا يخلينا نكمل الكورس طريقة جميلة، لان طبعا الصوت بيبقى واضح والصور جميلة، واذا عجبتكم الصور انا اي ثينك بحبها اكتر من الباوربوينت. بالتوفيق بإذن الله، وبليز المحاضرة دي اقروها مرة ومرة ومرة، وكما هي العادة هجيب لكم أسئلة صعبة لسببين. بتمتحن في حتة صغيرة مش في حتة كبيرة، فلازم تبقى هضمها كويس. ونما اتنين نتمرن على الصعب فنعرف السهل، لكن لو مررنا على السهل ممكن يضيع من الصعب. جود لك يا شباب، ألقاكم على خير يوم الجمعة بإذن الله.